في حلقة اليوم سنتحدث عن الروح القدس. أعزائي من فوق أسوار أورشليم القدس، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن موضوع الروح القدس. المكان مناسب جداً، هذه الأسوار طبعاً اتبنت سنة 1517 أيام سليمان العظيم. هذه الأسوار اتبنت على الأسوار الأصلية أو الرئيسية، وتوجد أسوار كثيرة مثلاً على الجهة الأخرى، أسوار بعود تاريخها من أيام الملك حزقية ملك يهوذا. هذه المنطقة طبعاً مفعمة بقوة الله وبعمل الروح القدس اللي تم في يوم الخمسين. يوم الخمسين كانت الانطلاقة والشرارة، إنه التلاميذ امتلأوا من الروح القدس وخرجوا وجالوا مبشرين بالكلمة، يشهدون ويكرزون بكل جرأة وجهارة، ممتلئين بالمحبة والتكريس. هذا المكان بيعطينا الخلفية التاريخية ماذا حدث في هذه المنطقة. هذا الصور في منطقة جبل صهيون، على الجهة الأخرى كنيسة صياح الديك، المكان اللي أنكر فيه بطرس الرسول يسوع، وبضع خطوات لفوق علية صهيون، المكان اللي امتلأ فيه التلاميذ من الروح القدس. خلفي تستطيع أن ترى جبل الزيتون، والبرج هذا العالي يمثل مكان الصعود. هذه كنيسة أرثوذكسية روسية، من هذه المنطقة يقال أنه صعد المسيح إلى السماء، وعلى جبل الزيتون أعطى مأمورية عظمى للتلاميذ أن يكونوا شهود له في أورشليم وإلى أقصى الأرض. تستطيع أن ترى أيضاً عدة كنائس، كنيسة مريم المجدلية من خلف، تستطيع أن ترى أيضاً وادي قدرون العظيم الذي يلتقي بوادي هنم، وهذه البلدة اللي وراي اسمها سلوان. في قريب من هذه المنطقة يسوع شفى الأعمى وقال له اذهب واغتسل ببركة سلوان. أريد أن أتكلم عن موضوع الروح القدس لأنه في مفاهيم خاطئة عن هذا الموضوع، والبعض أخذ الموضوع إلى شكل تطرف، والبعض الآخر تغاضى بل تجاهل هذا الموضوع. من هو الروح القدس؟ ما هو عمل الروح؟ هل ما زال يعمل في هذه الأيام؟ عزيزي، سوف أتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل. تابعونا على هذه القناة كل أسبوع لمشاهدة رحلة في سفر أعمال الرسل. هيا بنا لنكتشف المواقع التاريخية التي بشر فيها الرسول بولس، ونكتشف أيضاً أمور عجيبة وقصص رائعة عن الكنيسة الأولى. شاهد هذه الحلقات الخاصة كل أسبوع من حلقات الكنيسة الأولى، رحلة في سفر أعمال الرسل. ولما جاء اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد، فخرج من السماء فجأة دوي كريح عاصفة فملأ البيت الذي كانوا فيه، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار فانقسمت ووقف على كل واحد منهم لسان، فامتلأوا كلهم من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا. وكان في أورشليم أناس أتقياء من اليهود جاءوا من كل أمة تحت السماء، فلما حدث ذلك الصوت اجتمع الناس وهم في حيرة، لأن كل واحد منهم كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فاحتاروا وتعجبوا وقالوا: أما هؤلاء المتكلمون كلهم من الجليل؟ فكيف يسمعهم كل واحد منا بلغة بلده؟ نحن من برثيا ومادية وعيلام وما بين النهرين واليهودية
وكبدوكية وبنطس وآسيا وفريجية وبنفيليا ومصر ونواحي ليبيا المجاورة لقيرين ورومانيون مقيمون هنا وكاريتيون وعرب يهود ودخلاء، ومع ذلك نسمعهم يتكلمون بلغاتنا على أعمال الله العظيمة، وكانوا كلهم حائرين مذهولين، يقول بعضهم لبعض: ما معنى هذا؟ لكن آخرين كانوا يقولون ساخرين، أسكرتهم الخمر. أعزائي من جبل صهيون، أريد أن أتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، موضوع الروح القدس. اخترت هذا الموقع لأنه مناسب جداً، لأنه معظم الأحداث، أحداث يوم 50، حدثت حول هذه المنطقة. أنا مثل ما ذكرت على جبل صهيون، بضع خطوات إلى الأمام توجد علية صهيون. في هذه العلية امتلأ التلاميذ من الروح القدس وخرجوا وابتدأوا يشهدون في هذه المنطقة، منطقة الهيكل. أنا موجود في منطقة أو كنيسة تسمى كنيسة صياح الديك. في هذا المكان أنكر بطرس المسيح 3 مرات. طبعا ألقي القبض على المسيح في بستان جتسماني في أسفل جبل الزيتون اللي ورائي، وصار في وادي قدرون صعودا في هذا الجبل. هذا الدرج القديم هو نفس الدرج اللي مشي عليه يسوع وحكم أمام قيافة المحكمة الدينية في هذا الوقت. أريد أن أقول كل هذا الشيء حدث حتى تتم مشورة الله المحتومة والنبوات، تتم أن المسيح يموت على الصليب ويقوم من بين الأموات. لكن المسيح وعد بالموعد اللي هو مجيء الروح القدس، وطبعا مش شيء غريب، لأنه يؤيل النبي في القديم تنبأ في آخر الأيام: أسكب روحي على كل بشر. يوحنا المعمدان قال: أنا أعمدكم بماء، لكن الذي يأتي بعدي، الذي هو قدامي، يتكلم عن يسوع المسيح، هو يعمدكم بالروح القدس والنار. والرب يسوع عدة مرات علم عن مجيء الروح القدس وقال: خير لكم أن أنطلق، ووعد بمجيء الروح القدس. قال للتلاميذ: أمكثوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعلى. فهذه المنطقة تعتبر، أو جبل صهيون بجانب جبل المريا قديما، بيت قيافة في هذا المكان، وطبعا سور القديم، القدس القديم، كان في آخر هذا الجبل، جبل صهيون. حدثت المعجزة على هذا الجبل، امتلأ التلاميذ من الروح القدس. فالمجتمع كله في هذا المكان، كان عيد الحصاد أو عيد الأسابيع، جاءوا ليعيدوا، فاكتشفوا هذه المعجزة العظيمة، أنهم يسمعون بلغتهم، ألسنة بلغتهم. فابتدأ التلاميذ يتكلموا، وبالواقع من هذه المنطقة ذهب بطرس إلى منطقة الهيكل وابتدأ يكرز عن محور الرسالة: صليب يسوع وقيامة يسوع من بين الأموات. ووعد إنه هذا الروح القدس هو لكم ولأولادكم ولكل الذين يأتوا على بعد، لكل العصور ولكل الأجيال. الروح القدس كان قوة فياضة، فيضان هائل، أعطى التلاميذ حماس، أعطاهن قوة، أعطاهن شجاعة إنه يتكلموا برسالة الرب بكل جرأة. اخترت هذا المكان لأنه كيف ما تتطلع في جبل صهيون، جبل المريا، مدينة القدس أورشليم، كل هذه الأحداث ملأت القدس خلال بضعة أسابيع قليلة، انتشرت البشارة في كل أنحاء أورشليم، والروح القدس أعطاهن مش بس يتكلموا بجرأة ويشهدوا بقوة، لكن أيدهن أيضا وساعدهن بمعجزات وآيات كثيرة. أريد أن أواصل عن هذا الموضوع بعد قليل، لكن أصلي أنه
يا من تشاهد هذه الحلقة، إذا أنت بتشعر بجفاف في حياتك، بدعوك في هاللحظات أنك ترفع صلاة قصيرة أنه رب يفتح عينيك ويفتح قلبك حتى تمتلئ من الروح القدس وتتميز أو تتمتع بقوة وحضور الله في حياتك. لا يمكنك تعيش الحياة المهزومة الضعيفة أو تسميها حياة مسيحية، لازم تعيش بملء قوة الله، بحضور الله، بملء الروح القدس. تقع على المنحدر الجنوبي الشرقي لجبل صهيون واحدة من الأبنية القليلة التي تجمع بين القديم والحديث، وهي الكنيسة الجميلة كنيسة القديس بطرس لكاليكانتو، والتي بنيت عام 1931 لتخليد ذكرى إنكار بطرس ليسوع 3 مرات وندمه الذي أعقب ذلك. كلمة جاليكانتو تعني صياح الديك، وهي إشارة إلى إنكار بطرس الثلاثي ليسوع. تم بناء هذه الكنيسة فوق أطلال كنيسة ودير يعود تاريخهما إلى العصر البيزنطي، وتوجد أسفل الكنيسة سلسلة من الحجرات المنحوتة التي يعود تاريخها إلى وقت الهيكل الثاني. ويشير التقليد إلى أن قصر قيافة رئيس الكهنة كان يوجد في هذا المكان، ولذلك فمن المنطقي أن يكون يسوع قد تعرض للسجن داخل واحدة من هذه الحجرات المنحوتة تحت الأرض. أما خارج الكنيسة وعلى بعض بضع ياردات قليلة نحو الشمال، فيوجد درج قديم صاعد من مكان بركة سلوان، وربما كان هذا الطريق لا يزال موجوداً هنا وقت محاكمة يسوع. أعزائي، أواصل حديثي عن موضوع الروح القدس من كنيسة صياح الديك على جبل صهيون. الروح القدس يعطي قوة على الشهادة، هذا الشيء اللي كان واضح في حياة التلاميذ عندما قال: تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. فالشيء اللي بيميز تلاميذ المسيح عندما امتلأوا بالروح القدس، ابتدأوا بالشهادة عن الرب المسيح المقام من بين الأموات. طبعا عندما امتلأوا بالروح القدس كانوا يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة، بجرأة وبحماسة. الروح القدس في سفر أعمال الرسل أيضا منشوفه أنه كان يعين على الصلاة ويحقق انتصارات عظيمة ومجيدة. أيضا الروح القدس في سفر أعمال الرسل أظهر أو يظهر شخصية وعمل المسيح المقام من بين الأموات. الروح القدس يعطي القدرة على الاحتمال عنف الاضطهاد، بل مقاومة، بل أي ظروف صعبة كان يتحملوها التلاميذ، إن كان بطرس في السجن، وإن كان بولس في السجن، وإن كان ضرب أو استهزاء أو سجون أو انكسار السفينة، ساعدهن الروح القدس على احتمال أشد بل أعنف الاضطهادات. الروح القدس أيضا في سفر أعمال الرسل يفضح الأرواح الكذبة. في قصة حنانية وسفيرة فضح روح الكذب، أيضا يفضح مملكة الظلمة أو مملكة الشيطان، بل فضح أيضا أرواح العرافة كما نرى في رسالة في أفسس في أعمال الرسل إصحاح 19 ما حدث في أفسس. الروح القدس يعمل أمور عظيمة جدا إخوتي وأخواتي. الروح القدس في سفر أعمال الرسل يفضح الديانات المزيفة كما رأينا في نرى في أفسس عبادة أرطميس وعبادات أخرى، فضح العبادات المزيفة. وما زال الروح القدس في الكنيسة الحية بيفضح الظلمة، بيفضح الديانات المزيفة، بيفضح التعاليم الكاذبة والتعاليم الباطلة، بيفضح كل ما هو مزيف، لأنه بيكشف ويعلن أمور خارقة. الروح القدس مش بس بيفضح الديانات، لكن الروح القدس يعطي الحكمة على الكلام، هذه الحكمة التي لا تعاند ولا تقاوم لأنها من خلال كلمة الله. وهذا نراه في استفانوس، كل الحكماء في هذه المدينة لم يستطيعوا أو لم يقدروا أن يقاوموا الحكمة
التي كانت فيه بكل بساطة، لأنه كان مملوء من الروح القدس. الروح القدس يساعد على التمييز، الروح القدس يقود الكنيسة إلى السلوك بالروح ونكران الذات، تخلي الكنيسة تعيش بأجمل صورها، من وحدة، من محبة، من عطاء، من بذل، من تضحية. الروح القدس يقود بل يرشد إلى مناطق لم يصلها أي إنسان. الروح القدس يوحد الكنيسة. الروح القدس هو الصديق وهو الرفيق أيضا. أعزائي، أواصل حديثي عن موضوع الروح القدس. وعد المسيح أن يرسل الروح القدس إلى التلاميذ، وتم هذا الوعد في يوم 50. يسمي الكتاب المقدس الروح القدس هو المعزي. المعزي يمكث معكم إلى الأبد، هو الشفيع. هذه الصفة طبعا لا تطلق على أي إنسان، فقط على الله وحده. في ناس كتير عندهن سوء فهم بالنسبة لموضوع الروح القدس. الروح القدس ليس مجرد بشر أو إنسان، وليس الروح القدس هو ملاك، وليس الروح القدس هو نبي، ولا مجرد قوة أو تأثير، بل شخص حي، بل هو الله. إخوتي وأخواتي، إن موضوع الروح القدس مهم جدا، بيعطينا نفهم الحقائق الكتابية، لأن الروح القدس هو الذي أعلن للتلاميذ عن أمور عظيمة جدا. يسمي الكتاب المقدس الروح القدس هو الروح القدوس، وهي صفة تطلق فقط على الله. هو روح الحق، إن المسيح أرسله، لا يستطيع العالم أن يراه ولا يعرفه، ماكث معكم ويكون فيكم، ينبثق من عند الآب، والروح القدس هو يشهد ليسوع المسيح. الروح القدس يعلم، الروح القدس يرشد، الروح القدس يذكر بأمور آتية، لا في فترة الرسل فقط، بل إلى مجيء المسيح ثانية سوف يذكر ويكون مع التلاميذ. يقول عن الكتاب المقدس لا يتكلم من نفسه، فهو يرشد ويخبرنا بأمور آتية. يقول عن الكتاب ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. هذا هو الروح القدس الذي يبكت العالم على خطيه، والذي يقود إلى المسيح أيضا في نفس الوقت. فإذا واضح من هذه الصفات ومن هذه الآيات، نكتشف أنه مش بيتكلم عن إنسان، ولا بيتكلم عن نبوة عن شخص رح يجي. وبالواقع هذه الصفات لا تطلق إلا على الله وحده، مثل المعزي والشفيع. وإذا قلنا الروح القدس هو إنسان ولا ملاك، فنحن نجدف ونكفر بالله. من أجل هذا ينبغي أن ننتبه إلى ما نقوله. وطبعا هذا الموضوع ممكن تقرأ عنه بالتفصيل في إنجيل يوحنا الإصحاح 14 إلى الإصحاح 16. الروح القدس هو شخص حي حساس، هو الرفيق والصديق أيضا. من أجل هذا يقول الكتاب المقدس لا تكذبوا على الروح، لا تجربوا الروح، لا تحزنوا الروح، ولا تطفئوا الروح. منلاحظ أن الروح القدس في سفر أعمال الرسل كان يتكلم وكان يفرز وكان يعمل من خلال التلاميذ، وكان أيضا يتخذ القرارات. فالروح القدس هو يعرفنا في شخص المسيح. الروح القدس شخص عظيم جدا. إذا اكتشفنا الروح القدس في حياتنا، فعندها سنكتشف الأمور الإلهية.
كم من الناس اللي بتعيش بجفاف؟ كم من الناس اللي بتعيش بالحرف لا بالروح؟ كم من الناس التي تسلك بالجسد لا بالروح؟ كم من الناس التي تعيش بالهزيمة والضعف والفشل والعار؟ بكل بساطة لأنها تفتقر إلى عمل الروح القدس في حياتها، من التجديد إلى الملء إلى السكنة إلى القيادة حتى مجيء المسيح ثانية. إنه اختبار عظيم جدا. أنا أشجع كل شخص أن يختبر عمل الروح القدس في حياته. هو اللي بيرشدنا وبيعرفنا في شخص المسيح، بيعطينا ندرك الحضور الإلهي معنا. أنا واقف في مكان مقدس، هذا المكان يسمى دير مار يوسف، رهبات مار يوسف في منطقة أبو غوش اللي هي كريات يعريم الاسم القديم. في هذا المكان مكث تابوت العهد 20 سنة في بيت أبي نداب اللي كان يسكن في هذا الجبل، والرب باركه لأنه التابوت يرمز إلى حضور الله. هكذا أحبائي، الروح القدس بيعلمنا بيرشدنا بيخلينا ندرك الأمور اللي هي ندرك حضور المسيح في حياتنا. أصلي من كل قلبي إنك تدرك هذا الحضور وهذه القوة، تختبرها في حياتك فتغير حياتك رأسا على عقب. أصلي إنك تختبر هذا الحضور الإلهي بواسطة الروح القدس. فوقف بطرس مع التلاميذ الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها اليهود ويا جميع المقيمين في أورشليم، أصغوا إلى كلامي واعملوا هذا. ما هؤلاء سكارى كما تظنون، فنحن بعد في 9 صباحا، وما هذا إلا ما قاله النبي يوئيل: قال الله في الأيام الأخيرة أفيض من روحي على جميع البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي رجالا ونساء أفيض من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون كلهم، وأعمل عجائب فوق في السماء ومعجزات تحت في الأرض، يكون دم ونار ودخان كثيف وتصير الشمس ظلاما والقمر دما قبل أن يجيء اليوم البهي العظيم، يوم الرب، فمن دعا باسم الرب يخلص. أعزائي بالختام، هل تريد أن تحصل على هذه العطية وعلى هذه البركة؟ قال الرسول بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. قال يسوع أيضا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح. ثم قال يسوع: إن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين يطلبونه. فإذن غرض الله أن يمتعنا بهذه البركة، غرض الله أن نتمتع بكل ملء الله، غرض الله أن نكون مشابهين صورة يسوع. من أجل هذا الدعوة موجهة لكل إنسان. ولاحظ، ما هياش أمور معقدة أو غامضة، بكل بساطة لازم يكون في عطش، عطشان أنك أنت عاوز، عندك رغبة ثم الرغبة، ولازم يكون في طلب، لازم تطلب هذا الشيء. وطبعا بكل بساطة أن المسيح أكمل العمل على الصليب فأخذ مكانك ومكاني. من أجل هذا تستطيع أن تتقدم إلى الله بجرأة، وتستطيع أن تطلب وهو يسمع. فلازم يكون في توبة حقيقية، توبة هي تغيير الفكر عن الله
وعن نفسك. الله محبة، الله يحبك، يريد أن يكون في علاقة معك. عن نفسك أنك أنت محتاج، لأن الخطية تفصل تحجز، لازم يكون في تواضع، وطبعا لازم تطلب بالإيمان. لما بتطلب بالإيمان الرب رح يمتعك في بركة الخلاص وبملء الروح القدس. بالواقع أغراض الملء كثيرة في صفحات العهد الجديد، لكن بسفر أعمال رسل بيتكلم أنه الشخص الممتلئ بالروح كان يتكلم بجهارة. الملء الروح بيساعد على الخدمة، الملء بالروح القدس بيساعد على الرعاية، والملء بالروح القدس أيضا بيخليك أنك توبخ الشخص في المكان الصح أو بالطريقة الصح. وبتستغرب لهذا الأمر أنه حتى الملء بالروح القدس بيساعد عند الاستشهاد، يعني بالنسبة لإستفانوس حتى كان مليان بالروح القدس ويغفر للأعداء. إيه القوة اللي غيرته، اللي حولته، أنه الناس بترجم فيه وهو عمال بيغفر وبسامح حتى الأعداء. قال بطرس الرسول: هذا الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد. طبعا عادة بالكنيسة الراعي بيصلي، وأحيانا بوضع الأيادي حتى تأخذ هذه العطية والموهبة، لكن لازم تدرك أنك أنت محتاج. وعشان تدرك أنك أنت محتاج لازم تعترف أنك أنت وصلت إلى طريق مسدود. لا يمكن أنك تعيش الحياة المهزومة الضعيفة أو تسميها حياة مسيحية. لازم تعيش بملء قوة الله، بحضور الله، بملء الروح القدس. وفي الختام، إن الروح القدس مش بس بقودك ليسوع، الروح القدس بخليك شبيه الرب يسوع المسيح. هذا هو عمل الروح القدس. وصلي من كل قلبي إنك تفتح قلبك ليسوع وتطلب منه أن يأتي إلى حياتك فيملأك من روح القدوس، عندها تحيا حياة البركة والنصرة والمنفعة للآخرين، وطبعا حياتك الروحية بتكون قوية. لربما تحتاج إلى مساعدة روحية، أنا بشجعك إنك تتصل بنا أو تكتب لنا حتى أسمع منك. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من برنامج رحلة الكنيسة الأولى سوف نتحدث عن نمو الكنيسة. هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على مزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ لا تتردد في الاتصال بنا على nour@lfan.com. كما يمكنك الاتصال أيضا تليفونيا على 001-905-335-1534 أو من داخل مصر 012-02-66607 أو من شمال أمريكا 1-800-280-3288 أو على العناوين التالية: